بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمان لا يرتد ونعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وبارك الله في أهل الدار وأهل المنزل، ورحم الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه، والحقنا الله به مسلمين تائبين طائعين لله رب العالمين. وموضوعنا في هذه الساعة المباركة حول ما تضمنه الحديث البارحة وما ذكره لكم الأستاذ سطهر عطاف وفقه الله على هذا الموضوع، وهو المراحل التي يمر منها الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة، وأن الإنسان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه على مراحل، كما تعلمون من خلال القرآن الكريم ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وحينما تكون هذا الإنسان وكونه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه فأخرجه من العدم إلى هذا الوجود، وأراد الله أن يخرج كل من أراد الله له أن يخرج، وإذا أراد لمن سيخرج ويخرج لهذا الوجود فتكون هذه المضغة مخلقة، وإذا لم يرد الله سبحانه وتعالى فلن يكتب الله لها الحياة، إما أن يموت الإنسان وتموت هذه المضغة في بطن ورحم الأم، وإما أن يموت بعد الولادة، وإما أن يحيي الله سبحانه وتعالى وأن يخرجه لهذا الوجود. فالإنسان كان منعدما ولم يكن شيئا مذكورا ولم يكن شيئا معلوما ولم يكن شيئا معروفا، فبوجوده في هذا الوجود صار إنسانا معلوما بسماته وصفاته وعلامته وخلقه كما صوره الله سبحانه وتعالى وكما خلقه الله سبحانه وتعالى، ويحمل اسما ويحمل صفة ويحمل خلقا يتميز بها هذا الإنسان عن غيره، ويتميز الإنسان عن غيره في البصمات وفي الصوت وفي غيرها من الأمور التي ميز الله بها خلقه. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الدنيا التي يخرج إليها ويأتي الإنسان إليها من العدم إلى الحياة، فهذه المرحلة تسمى مرحلة الدنيا أو مرحلة التكسب أو مرحلة التزود، فيتكسب الإنسان في هذه الدنيا ويتزود
من خلال أعماله في هذه الدنيا لآخرته، إنما يعمل ويجتهد ويثابر ويفعل ويقول من أجل أن يكتب له رصيد. هذا الرصيد إما أن يكون حسنا وإما أن يكون سيئا. فهذه الدنيا هي مرحلة اختبار وامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا الله سبحانه وتعالى ليبتلينا وليمتحننا سبحانه وتعالى، فهل ننجح في هذا الامتحان وهل نفلح في هذا الامتحان أم نرصب ونخسر؟ إنما كل دقيقة بل وكل ثانية إلا ومكتوبة علينا، أي كل عمل نؤديه في هذه الثانية وكل قول وكل فعل إلا ويسطر ويكتب على الإنسان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين والشمال قعيد، يعني ملائكة، ملك عن اليمين فيكتب الحسنات وملك عن اليسار والشمال فيكتب السيئات. وما يكتبه أو ما تكتبه الملائكة في اليوم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما تكتبه الملائكة في اليوم في النهار يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويسجل في اللوح المحفوظ، وما يكتب في الليل يصعد إلى الله عز وجل ويسجل في اللوح المحفوظ. ويوم القيامة حينما يأتي الإنسان الله عز وجل يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الدنيا وهذه المرحلة مأمورون أن نعمل فيها، أن نتزود فيها، ونحن غرباء في الحقيقة في هذه الدنيا، ولا أحد يحمل الوزر عن الآخر، ولا أحد يهدي للآخر من حسناته ومن أعماله الصالحة. كل إنسان معلق بعمله، معلق بكسبه، معلق بما يتزود به. كما أننا في الدنيا حينما نعمل ما يتعلق بأمور الدنيا فأنت قد تنفع الآخر، وقد تنفق عليه، وقد تتصدق عليه، وقد تهدي إليه شيئاً، وقد تسدي إليه معروفا، وقد تنصحه، وقد توجهه في الدنيا ومطلوب ذلك. لكن ما يتعلق بالدين فلا أحد ينفع الآخر إلا من حيث التوجيه والنصيحة والدلالة على الخير. أما إذا صليت فتصلي لنفسك، أما إذا صمت فتصوم لنفسك، أما إذا زكيت فتزكي لنفسك، أما إذا حججت فتحج لنفسك، أما إذا قرأت القرآن فتقرأ لنفسك، وإذا ذكرت الله فتذكر لنفسك. أي عمل تقوم به إنما تنفع نفسك، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه لنفسه. وكذلك يوم القيامة بالنسبة للحسنات والسيئات، ولا أحد يحمل عن الآخر الحسنات أو السيئات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن هذه المرحلة العمرية مرحلة قصيرة، فالله عز وجل يوبخ الناس يوم القيامة ويوبخ عبيده وعباده يوم القيامة في من فرط وقصر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عمرتكم 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، فرصة سانحة لا تعوض. أمدكم الله في أعماركم فلما لم تنتبهون؟ فلما لم تتعظوا؟ لما لم تنتبهوا وتتعظوا وتأخذوا العبارة بمن سبقكم؟ الأخ كان يعيش في هذه الدنيا وفي هذه الحياة يصادق ويصاحب ويأكل ويشرب، يغدو ويروح،
بين عشية وضحى فإذا هو انتقل إلى الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى، فإذا هو يغادر هذه الحياة وما فيها هناك آمال كان قد عاقد عليها، وهناك إرادات كان قد نوى تنفيذها، وهناك عزائم وهناك نيات كان ينوي أداءها وعملها، ثم جاء الأجل وجاء الموت فإذا هو يخطفه دون أن يحقق ما كان يرجوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمثل لأمته هذه المرحلة الدنيوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا في الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم خط بعض الخطوط في وسط المربع، ثم خط الخط خطا طويلا خرج من الخط المربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الخط المربع إنما هو الأجل، محيط بالإنسان، لا مفر ولا مهرب لك منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حيثما هربتم واتخذتم الوقاية واتخذتم الأسباب للعيش أكثر باسم المحافظة على الصحة والعافية في البدن والأكل والشرب الصحي والغذاء الصحي والذهاب للطبيب ومراقبة يعني الصحة والبدن، ومع ذلك إذا جاء الأجل فيحيط بالإنسان ويأخذه. والخط الخارج من المربع هو الأمل، فقد تجد الإنسان يعيش، قد كتب الله له أن يعيش 60 سنة، ولكن قد جمع الأموال وخطط للدنيا ما يعيش قرونا طويلة، هذا الأمل الذي خرج من المربع، قد خرج الأجل يعني تجاوز ما سيعيشه من مدة من عمر، وتلك الخطوط الصغرى هي الأمراض والمصائب والبلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأته هاته نهشته هاته، بمعنى أن الإنسان بين السرور والحزن والفرح والقرح والضحك والبكاء والغناء والفقر والعز والذل، ثم بين الحياة والموت، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، فيعيش في هذه المرحلة لأجل الاتعاظ والاعتبار، لنعتبر ولنتعظ ولنأخذ العبر. فالدنيا هذه ما هي إلا سوق يجتمع الناس فيه ويبيعون ويشترون، ثم تسمع الهرج والقيل والقال والكلام والصخب، وبعد مدة أو بعد منتصف النهار فإذا السوق يعني يقل من الناس أو بالناس، فيغادر أحدهم تلو الآخر حتى يفرغ السوق من الناس، والسوق هي الدنيا والدنيا هي السوق، فمنهم من يشتري ومنهم من يبيع ومنهم يعني من هو صحيح ومنهم من هو مريض ومنهم من هو مسافر ومنهم من هو حاضر ومنهم من يفكر ومنهم نائم، وهكذا الناس، ومنهم من يغادر. فإذا الناس تغادر، كل يغادر حينما يأتي دوره، يغادر هذه الدنيا فيلتحق بالرفيق الأعلى، وهكذا الدنيا نفسها كلها ستجمع وتطوى كالسوق، وتغلق أبواب هذه السوق يوم نطوي السماء أو يوم نطوي
سماءك طي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. فكل سيطوى وسيجمع. إذن هذه المرحلة لنغتنمها كأننا أو كأنك تعطي لابنك أو مسؤول يعطي للآخر من أجل الامتحان والاختبار فيقول له لك شهر أو شهرين لتنجز هذا العمل أو لتنجز هذه العملية. فإذا ما تجاوزت هذه المدة المحددة لك فلا تلوم إلا نفسك. فبعد ذلك لا يقبل منه ولو القى معاذيره. إذن هذه الحياة الدنيا سنغادرها وسنغادر كل محبينا وكل أصدقائنا وكل ما نملكه سنتركه وسنتخلى عنه ويتخلون عنا ولا أحد يلازمك ويرافقك إلى المرحلة الأخرى المرحلة الموالية. أهلك يتخلون عنك، مالك يتخلى عنك، إلا واحد هو الذي سيرافقك إلى المرحلة الأخرى إلى المرحلة الموالية. ما هو هذا الشيء أو ما هو هذا الذي سيرافقك؟ إنه عملك، إنه عملك. سيغمض الإنسان عينيه ثم يتحول إلى الآخرة، يتحول إلى عالم آخر لم يألفه ولم يعرفه ولم يشاهده وإنما سمعه من القرآن الكريم، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أننا هذه الحياة أو هذا اليقين عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين أننا نسمع هناك آخرة، جنة ونار، حساب، ميزان، صراط، هذا يسمى علم اليقين، علم اليقين. ثم حين يكون الإنسان في الاحتضار فيعاين الملائكة ويعاين المرحلة الأخرى، إما نعيم وإما عذاب، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وهذه تسمى عين اليقين، يشاهد ذلك بأم عينيه، فلا مجال للشك ولا مجال للريب، لأنك تشهد على ذلك بعينك. فانتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. ثم حين تخرج هذه الروح من هذا البدن ويتذوق سكرة الموت ومرارة الموت، فهذه تسمى حق اليقين. الله عز وجل يقول وإنه لحق اليقين. ذكر الله علم اليقين، عين اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قبلها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي آيات أخرى وإنه لحق اليقين، حق اليقين. مثال أن الإنسان يسمع هناك الكعبة المشرفة بمكة المكرمة،